بعد ما خرجت من عند الأستاذ رفعت طلعت على دكتور أمراض نفسية، خليته يعمل لي شهادة بتقول إن مروان عنده مشاكل وما يقدرش ياخد أي قرارات في الشغل الفترة الجاية دي. والدكتور وافق كده على طول؟ لا طبعا، بعد ما خد اللي هو عايزه، بس بيقول إن المحكمة مش شرط تستكفى بالشهادة بتاعت الدكتور دي، غالبا هيحتاجوا شهادة دكتور تاني بعد ما يكشفوا عليه. بس لما يبقى معانا ورق ندخل المحكمة أصلا، ساعتها لما المحكمة تختار دكتور نبقى نديله اللي هو عايزه. ها ناقص إيه تاني؟ ناقص حاجة مهمة قوي. إيه؟ مديحة. مالها؟ اتكلمت معاكي او حاسس بحاجه من اللي احنا بنعمله؟ لا لسه، بس مش معقول يعني هندخل محكمه وهنبتدي في قضيه الحجر وهي ما تعرفش اي حاجه. ساعتها مش هيبقى قدامها حل غير ان هي تكمل معانا. طب يبقى ليه مخبيين عليها بقى؟ ما نقول لها كل حاجه. عشان ده الصح. اسمعيني كويس وفهميني. مديحه ما يهمهاش حد غير مصلحتها. لو كنا سيبناها هي اللي تتحرك الاول كان زمانها بتعمل اللي احنا بنعمله دلوقتي. هننام ونصحى نلاقيها حجرت على مروان وكسبت القضيه. ساعتها تفتكر هتدور علينا وتقول لنا خدوا حقكم؟ تفتكر؟ اللي يخليها تعمل كده مع مروان ابنها، هتعمل معانا احنا ايه؟ طب ولو كسبنا القضية، ما ساعتها المحكمة هتعينها، واصي على مروان، فرقت ايه بقى؟ واصي عليه في البيت، في مصاريفه الشخصية، لكن لما يخش الموضوع في إدارة مستشفيات، واحنا التلاتة أصلاً شركاء. أكيد الموضوع مش هيخرج مننا احنا الاتنين، لأن أنا خريجة صيدلة، أنت دكتور. فهمتي ليه بقى؟ كنت عايز نبدأ احنا الأول، لوحدنا. مساء الخير. غريبة يا طنط انك لسه صاحية. الغريبة انك تتأخري لحد دلوقتي. لا عادي، اصلي كنت زهقانة يعني فقلت انزل غير جو شوية. حقك. بصراحة احنا كلنا الفترة دي اعصابنا مشدودة. وحلو برضو انك تخرجي تفكي عن نفسك شوية. قولي لي يا دينا، عملتي ايه انتي ومحمود في قضية الحجر؟ قضية ايه؟ القضية اللي انتي رحتي عشانها للمستشار القانوني بتاع الشركة وبعدها طلعتي على الدكتور عشان يضرب لك الشهادة. انتي بتراقبيني ولا ايه؟ يا سلام، ومالك مستغربة قوي كده ليه؟ كأنك أول مرة بتعرفيني. عارفة يا دينا أنا ايه اللي مزعلني؟ إني كنت فاكراكي أذكى من كده بكتير. أبقى أنا قدامك وبدل ما تحاولي تكسبيني وتقفي في صفي تروحي تختاري محمود. يا خسارة، بجد يا خسارة. يا طنط أصلا أنا يعني أنتي تسكتي خالص عشان ما عندكيش كلام أصلا تقوليه. وما تخافيش، أنا المرة دي مش هحاسبك ولا حلومك على اللي أنتي بتعمليه، لأن أنا لو مكانك ممكن أخاف وبالتالي أختار غلط. بس نصيحة مني ليكي بقى، بعد كده لما تحبي تختاري ابقي اختاري اللي أنتي ضامنة إنه كسبان. وأنتي بقى لما هتكسبي هتعملي معايا ايه؟ اعمل معاكي ايه؟ انا لو كنت عايز اخلص منك من زمان كنت خلصت وما سبتكيش قاعده هنا لغايه دلوقتي. ولازم تشغلي مخك كده وتفكري انت قاعده لغايه دلوقتي ليه؟ اكيد في مصلحه. يعني انا موجوده هنا علشان انت عايزاني، لكن بعد ما هتاخدي كل حاجه الفلوس بالاداره هترمي بره، مش كده؟ جايز، بس الاكيد انك طول ما انت ماشيه ورا محمود هتخسري. بس ما تخافيش زي ما قلتلك، مش هحاسبك المره دي. المره دي اللي هيتحاسب هو محمود،